عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهارده هنبدأ معاكم على طول بطريقة حلوة وجميلة، طريقة هتعجبكم كتير وبالذات عشان احنا في الجو الشتا دلوقتي. أكلة حلوة خالص، هنعمل حاجة جميلة وبعدين هتكتشفوها هي ايه. هنبدأ معاكم على طول. لو بالبرتقال ماشي او باليوسفندي ماشي، وفي بعض البلاد العربية بيقولوا عليه ليمون، ده اللي هو اليوسفندي العادي اللي زي كده اهو، احنا في مصر بنقول عليه يوسفندي، او بالبرتقال العادي، برتقال بلدي او عادي، اي نوع برتقال عندكم، او الاثنين مع بعض زي ما تحبوا انتوا. انا النهارده كمثل مش هنعمل الاثنين مع بعض يعني نص ونص، لا هنعمل مثلا اليوسف بس اللي هو البرتقال الصغير، او اللي بعض الناس بتقول عليه الليمون، اليوسف افندي. عندي مقدار لتر معصور بالشكل ده كده طازه اهو، ده لتر. كل اللي انا بعمله بس بخلي اللي هو البذر والحاجه اللي من فوق بس هو اللي يعني بدلقها، اما التاني كله مش بصفيه مره تانية، بخليه زي ما هو كده ببركته، بس بشيل منه البذر والحاجه اللي من فوق بس. ان كده كده المصفى دي فيها نفس الطريقه، شايفين عامل ازاي؟ حاجه حلوه خالص يعني اهو بالشكل الجميل ده كده. ده كده لتر كامل بتاع عصير اليوسفندي، او بعض الناس بتقول عليه الليمون، مقدار 4 كوبايات. اللي ما عندوش اللتر ده يعني معيار اللتر زي كده ممكن يحط 4 كوبايات اللي احنا بنشرب بيها الشاي في مصر بالنسبة للمصريين، 4 زي دول كده هيعملوا معاه اللتر بالظبط. هنحطهم في حلة زي كده اهو، يا ريت بس نوع الحلة اللي يكون ستانلس، ستانلس ستيل، لا يكون اي نوع تاني غير الالومنيوم عشان هنقلب فيه، مش عاوزين ايه يعني يحتك بالالومنيوم ينزل الرده بتاعه في الاكل نفسه. حاجه زي كده ماشي، مطليه او ستانلس ستيل. كل كوبايه زي كده او كل لتر هياخد 4 معالق سكر واربع معالق نشا، 4 معالق سكر واربع معالق نشا، يعني كل كوبايه هتاخد معلقه ومعلقه. لو هتعملوا 3 كوبايات هيبقوا 3 معالق من كل نوع، هتعملوا كوبايتين يبقى من كل نوع معلقتين. هنبدأ مثلا بالسكر بالشكل الجميل ده كده اهو، 1 2 3 ادي 4 معالق. واللي حابب طبعا ياكل حاجة مسكرة اكتر من كده يعني حابب يزود يزود. واحط 4 معالق نشا، 1 2 3 ادي 4 مليانين نشا. كل اللي هنعمله هنقلبهم تقليبه حلوه قبل ما يروحوا على النار. على فكره نوع الحلويات اللي هعمله لكم ده كده هيعجبكم خالص خالص، وبالذات في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده، يعني ابتدينا كل سنه وانتم طيبين كام يوم ولا في السنه تيجي، يعود علينا الايام بخير على كل الناس يا رب. اهم حاجه نوصل بيه ان ما يكونش فيه اي حاجه مكلكعه بالنسبه للنشا ولا السكر ولا اي حاجه، يبقى عامل زي الميه بالظبط اهو. هقلبه لمده دقيقه كده واكمل معاكم على النار على طول. كده انا قلبته كويس اول اول يعني لغايه ما حسيت ان ما فيهوش اي حاجه في النشا، لا يعني كله داف في بعضيه، وبعدين حطيته على النار. بصوا بقى النار هنا دي النار جامده قوي، انا هخليها متوسطه كده، هو بياخد 10 دقايق بيبقى زي الفل. هقعد اقلب فيه كده واحده واحده، مش هسيبه وامشي عشان ده برتقال، يعني زي فكرة المهلبية كده ما ينفعش اسيبه يمشي هتلاقيه اتكلكع كله وبيه مش حلو، لازم يتكو فيه كده واحدة واحدة لغاية ما تلاقيه لوحده ابتدى يربط. وثانيا ده فيه حاجة عشان ده مش لبن، يعني ده يوسفندي او البرتقان اللي حابب يعمله بأي طريقة. يعني الفكرة كلها ان البرتقان ما ينفعش يتساب، ده هيعمل زي فكرة الطماطم، الطماطم لما انت بتسيبها بتلاقيها عملت مية الأول وبعدين تبتدي تتسبك، دي نفس الفكرة هيرجع للتسبيك غير اللبن، اللبن بيفور، ده بتلاقوه ريح تحت وابتدى يسبك زي فكرة الطماطم بالظبط، يعني الصلصة زي ما كأنكم بتعملوا صلصة بالظبط. بالطريقة دي كده هقعد 10 دقايق ايدي فيه كده وهوريكم دلوقتي هوصل بيه هيبقى عامل ازاي. انا بشرح لكم كل التفاصيل عشان تطلعوا حاجة كويسة. كده احنا سيبناه 10 دقايق ايدنا فيه على طول، شايفين ابتدى يربط اهو بيحلو خالص، اديله تقليبة حلوة كده. اول ما يكون شد زي كده اروح طافي ناري، خلاص انا هطفي النار اهي بالشكل الحلو ده، واقعد اقلب فيه كده لمده دقيقه كامله عشان اطلع منه السخونه وفي نفس الوقت يبقى فيه عرق رابط بشكل حلو خالص زي فكره المهلبيه كده اهو.
اهم حاجه ما تزودوش النشا قوي، عشان لو يعني لو النشا زادت قوي مش هتحس ان انتوا بتاكلوا حاجه حلوه، يعني هتحس ان انتوا بتاكلوا حاجه يعني تقيله شويه، زي فكره المهلبيه لو زودتوا النشا جامد تحس ان انتوا بتقطع منها قطع، فمش هتمشي كويس كده. حلو خالص يعني اهي، بص اهي حلوه خالص كده. انا خدت الدقيقه بتاعتي اهي وهفضيه معاكم على طول كده. انا جاهز بالحاجه بتاعتنا الجميله دي. عندنا بقى اكتر من طريقه ممكن تقدموه على طول لحبايبكم بحاجه زي كده، اهم حاجه ده يتفضى على طول ما يريحش كتير اهو، تفضوه بحاجه زي كده ازاز ويتقدم بيها على طول للضيف بتاعكم او حبايبكم في البيت، او تحطوه في حاجه سيليكون وبعدين بنقلبها عشان تطلع بنفس الفورمه اللي هتعملوا بيها دي سيليكون اهو. حد يقول لي انا ما عنديش سيليكون؟ ممكن يستخدم فنجان بتاع القهوه او حاجه اكبر شويه بس نفس الخامه دي كده، عشان بتزحلق الحاجه، عشان لو حبيتوا تفضوها هتنزل معاكم بنفس الاسطمبه اهي بالشكل الحلو ده كده. شايفين هنا عشان انا كنت بقلب باستمرار مفيش حاجه لازقه، طلع حلو خالص اهو، كله زي بعضيه مفيش اي حاجه مكلكعه فيه اهو بالشكل الحلو ده كده. لتر برتقان، ممكن حد يسالني يقول لي لتر البرتقان ده بيبقى قد ايه في الوزن بتاعه؟ تقريبا بيبقى 2 كيلو اذا كان برتقان او يوسف عندي. انا عامله باليوسف النهارده، طعمه حلو خالص يعني حاجه جميله خالص. الناس اللي ما بتحبش البرتقان تعمله باليوسف، اللي بيحب الاتنين عاوز يخلط ده وده ماشي، زي ما يعجبكم انتوا هيبقى حلو خالص معاكم. بالبرتقان بس ماشي، باليوسف ماشي، زي ما تحبوا. شايفين عامل كميه حلوه خالص، ده اقل حاجه عشان تاكلوه بطريقه حلوه. لازم تسيبوه 3 ساعات الاول يبرد خالص، نص ساعه بره الثلاجه وبعدين يخش الثلاجه 3 ساعات، وهوريكم دلوقتي بيتقدم ازاي، وحاجه جميله جدا. استنوني هرجع لكم تاني كده. سيبناهم 3 ساعات ريحوا في الثلاجه بالشكل الحلو ده كده. شايفين ده بالنسبه للسيليكون، يعني حتى من غير سكينه من غير حاجه اهو، حاجه جميله جدا. كمثل بسيط هنعمل كده اهو، طريقه التقديم بتاعته الحلوه الجميله اهو، ممكن يتقدم بالشكل الحلو ده كده. او في الاول ممكن تعملوه كده، عندي هنا اللي هو جوز الهند بعمله كده بالشكل الحلو ده كده اهو، تعمله بالشكل الحلو ده كده، وممكن تحط عليه شويه فستق على الوش بالشكل الحلو ده كده يتقدم. دي كذا طريقه ليه تقدمه بيه بالشكل الجميل ده كده. وممكن تجيب واحده يوسف افندي زي كده اللي انا عامل منه المنتج نفسه، هنقشرها بالشكل الحلو ده وتقدموا بيه وزين الطبق بتاعكم باكتر من فكره لضيوفكم لحبايبكم اهو. انا قلت النهارده عامله باليوسف فندي مش بالبرتقال، لو حابين تعملوه بالبرتقال واليوسف فندي مع بعض ماشي، حابين تعملوه بس بالبرتقال ماشي، باليوسف زي ما انا عامله ماشي، زي ما تحبوا انتوا. دي طريقه ممكن كمان عشان تقدموه بطريقه احلى واحلى وتاخدوا الكميه الغذائيه اكتر واكتر، العسل الابيض الجميل اهو كده هيبقى حلو خالص معاكم. دي طريقة ممكن تقدموا بيها. بالنسبة للتقديم في طريقة تانية، انا ليه استخدمت كمان الفنجان اللي هو اللي ما عندوش سيليكون زي كده، ممكن الفنجان بتاع القهوة اذا كان كبير او صغير برضو تعملوا كده بالسكينة اهو يطلع معاكم حلو خالص. اللي ما عندوش سيليكوني، انا اسف دي اتخبطت شوية مني اهي كده، تطلع حلوة خالص اهي بالشكل الحلو ده كده. برضو تستخدموها بنفس الفكره، اللي ما عنديش سيليكوني يعملوا بنفس الطريقه اهو. معلش انا جيت الفها السكينه دخلت جواها شويه. دي بالنسبه لحاجه زي كده. وممكن تعملوا حاجه حلوه برضو تقدم زي ما هي كده على طبق لحبايبكم، او الاطباق اللي هي الصيني دي برضو بتعمل زي فكره السيليكوني في الاكله دي اهو بالراحه كده، عشان ما ايه ما نبوظهاش، حوالين داير اهو اهو. شايفين حاجه حلوه خالص بالشكل الحلو ده كده، او تقدموها على طول برضو في الازاز بتاعها. كذا طريقة ممكن تعملوا بيها، دي يعني شغل حلو خالص بتاعها. انا دايما دايما بعملها مع جوز الهند او رش جوز الهند على الوش، بتديله طعم حلو خالص بالشكل الحلو ده كده. اللي حابب يعملها كده ماشي، اللي حابب يعمل فكرتين دولت ماشي. في فكرة تالتة هوريها لكم على طول اهي، هي هعملها كده على اي حاجة عندي اهو، هاخدها شرايح على 3 بنفس الطريقة كده اهي، امشي معاكم واحدة واحدة اهي، ان هي عاملة زي الجيلي
على فكرة دي يعني القيمة الغذائية بتاعتها حلوة جدا جدا بالشكل الجميل كده اهو في جوز الهند بتاعنا كده. واحد تقدموها برضو بالشكل الجميل ده كده اهو كده كده، تقدموا اكتر من قطعة زي ما انتوا عاوزين. شوية فستق كده صغيرين بيدوها طعم حلو خالص. ممكن بدل اللي حابب يحط عسل ماشي كده زي الطبق الاولاني بيديها طعم حلو خالص بالعسل. ممكن يستخدم معاها اللي هو الشربات بتاع الفراولة بالشكل الحلو ده كده جنبيها كزينة ويديله طعم حلو خالص اهو، او على الطبق نفسه بالشكل الجميل ده كده اهو. كده عندكم اكتر من حل معاها تقدموا بيها بكذا طريقة. دي الفراولة الحلوة بتاعتنا المركزة، هنزل لكم فيديو ليها اهو كده. يعني هقدر اقول لكم الطبق الجميل الحلو ده تاكلوه بالهنا والشفا، حاجة جميلة جدا طعمه تحفة. نقول لكم لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، معلش انا طولت عليكم شوية في الشرح وكده وطريقة تقديم الطبق، بس حبيت اوريكم اكتر من فكرة ازاي بنقدم الطبق بتاع الحلو ده اللي هو الحلو البرتقال او الحلو الاسفندي زي ما تحبوا انتوا، تقدروا تقدموه لحبايبكم. نشوفكم فيديو جديد، لو عجبكم الفيديو شير ولايك. سلام.